بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل اليوم إن شاء الله في موضوع خصائص الفانكشنز. خدنا في المحاضرة السابقة كتيش الفانكشن بتكون one to one أو كتيش بتكون onto. بتكون طبعا الفانكشن onto إذا كان الرينج للفانكشن بيساوي الكودومين. الرينج بيساوي الكودومين. وبعدين شفنا اللي هو الفانكشن قديش بتكون 1 to 1 لما يكون اللي هو هاي الرينج بيساوي الكودومين في لما تكون فانكشن اونتو او سيرجكتيف. تمام. وبتكون 1 to 1 او انجكتيف if and only if different elements of A have different images. Different element have different images. يعني إذا كان A واحد لا تساوي A اثنين فإنه الأف الـ A واحد لا يمكن يساوي أف الـ A اثنين. ففي هذه الحالة أخذنا المثال اللي هو A A و B و C و B يساوي واحد اثنين ثلاثة وأربعة. الآن الـ A لها صورة واحدة هي الواحد، الـ B لها صورة واحدة الثلاثة، الـ C صورة واحدة الاثنين، فبتكون الفانكشن هذا هاي الاف هي 1 to 1 function 1 to 1 function. لكن لو الثلاثة هذه مثلا صارت اثنين فصار البي والسي. تمام. صارت البي والسي لهم نفس الصورة وبالتالي بالتالي في عندي هنا ايش مشكلة وبتكون الفانكشن هاي not 1 to one function not one to one function. هنكمل اليوم في خصائص الفانكشن. طيب الآن a function f من a إلى b is a bijective function. Bijective function والbijective function هي الفانكشن اللي بتكون one to one وانتو نسميها bijective function. تعال نشوف مثلا المثال هذا. هي ال a وهي الـ P وهي اللي هي الـ function F. تمام. هل هذه الـ function هي bijective function أو لا؟ طبعا bijective function. ليش؟ من أول إشي هذه الـ function عبارة عن onto. إنه هي الـ لو بدنا نشوف إيش هو الـ codomain عندنا هنا الـ codomain اللي هو الواحد الواحد واثنين والثلاثة هذا الـ codomain. لو بدنا نشوف الرينج هان الرينج برضو الواحد والاثنين والثلاثة فالرينج للأف هو الكودومين فبالتالي بتصير الفانكشن هذه onto function. طيب نفس الشيء بدنا نفحصها هل هي 1 to 1. طبعا واضح انها 1 to 1 function. هاي العناصر اللي هو الـ A لها صورة واحدة، الـ B لها صورة مخالفة، الـ C لها صورة مخالفة. الآن في ملاحظة بس، وإذا كانت الفانكشن بايجكتيف فبصير الـ A والـ B are finite sets. تمام. لازم الـ A والـ B تكون يعني مجموعات يعني نهائية. تمام. والـ A إذا كانت بايجكتيف والـ A والـ B finite set then يكون الكاردناليتي للـ A بيساوي الكاردناليتي للـ B. يعني يكون عدد عناصر اللي هو الـ A بيساوي عدد عناصر الـ B. يعني عدد عناصر اللي هو الدومين بيساوي عدد عناصر الكودومين. أو طبعا الرينج في هذه الحالة إنه الرينج والكودومين واحد في البايجكشن. البايجكشن بيساوي 1 to 1 correspondence يسموها. طيب الآن هذا بالنسبة للي هو الـ 1 to 1 والـ onto function. طيب الـ identity function الآن. تمام. الـ identity function هي الـ function الـ A الـ identity من A للـ A يعني من المجموعة لنفسها ودائما L للـ X بيساوي الـ X is bijective. يبقى الـ identity function bijective يعني الـ function اللي إيش الـ F الـ X فيها بيساوي الـ X.
يعني اف الواحد بيساوي الواحد، اف اثنين بيساوي اثنين، اف ثلاثة بيساوي ثلاثة. هذا بيسموه الايدنتي فانكشن، والايدنتي فانكشن هنا هي بايجكتيف فانكشن. تمام. لو بدنا نرجع للمثال تبع الطلاب، هاي عندي هنا الاف، يعني اف المنى احمد سالي رامي، وعندي هنا اللي هو الـ سي سي اس اس تي سي اس. طبعا واضح ان العنصر هذا تكرر، يعني الصوره تمام تكررت، البري ايمج مختلفين، فبالتالي هذا لا يمكن تكون 1 تو 1 فانكشن، لا يمكن تكون 1 تو 1 فانكشن. طيب هذا الداله الجي، الجي طبعا فيش تكرار هنا تمام في الصور للبري ايمجز، يعني فهذه الفانكشن عباره عن ايش؟ 1 تو 1 فانكشن، نقدر نحكي عنها انها 1 تو 1 فانكشن، لكن هاي نوت 1 تو 1 فانكشن. فيعني اسئله زي من هذا النوع بدنا بس نقدر نحدد اذا 1 تو 1 او لا. تمام. لو شفنا المثال هذا كمان، الفانكشن اف من اي ل اي كولد ايدنت فانكشن حكينا عنها الان، if and only if for all a ينتمي الى ال a، فانه f ال a بيساوي ال a. يعني مثلا هي هنا مثال، هذه عباره عن identity function، f ال a بيساوي ال a، f ال b بيساوي ال b، و f ال c بيساوي ال c. تمام. الان if the domain of our function f is large like، يعني لو كان الدومين عندي انا اللي هو الاعداد الطبيعيه مثلا، تمام، الأعداد الصحيحة، الأعداد الحقيقية وهكذا. It is convenient to specify f with a formula. في هذه الحالة طبعا يعني ممكن احنا نعبر عن الاف بايش؟ بفورمولا بهذا الشكل، يعني f الاكس بيساوي 2x. في هذه الحالة طبعا احنا نعرف f الواحد بيساوي 2، f 2 بيساوي 4، f 3 6، f 4 8 وهكذا. فهذه يعني بس طريقة لتعليم الفانكشن وكلكم بتعرفوها. تمام. نشوف الآن أنواع تانية من الفانكشنز، زي مثلا الفلور والسيلينج فانكشنز. إيش هي الفلور فانكشن؟ هذا مهمة يعني شوية. وإيش هي السيلينج فانكشنز؟ الفلور والسيلينج هي عبارة عن فانكشن تأخذ عدد كسري وبتحوله لعدد صحيح، تأخذ عدد كسري من R بتحوله لإيش؟ لعدد صحيح من الزد، يعني من R إلى الزد. طب الفلور فانكشن assigns to R، يعني الفلور فانكشن هاي بتحول العدد الكسري R الموجود في الأعداد الحقيقية، تمام، إيش بتحوله؟ بتحوله إلى largest زد ينتمي إلى، يعني أكبر عدد صحيح ينتمي إلى الزد، بس بحيث إنه يكون إيش ماله؟ أصغر من R أو أصغر أو يساوي الـ R. يعني لازم نجيب أكبر عدد، بس إيش الشرط؟ يكون أصغر من الـ R. فلو جينا مثلا على 2 و 3 هنا، 2.3 هذه R أو يعني ينتمي إلى الـ R. أكبر عدد صحيح، ها أكبر عدد صحيح أقل من العدد هذا إيش هو؟ طبعا الـ 2، هذا أكبر عدد صحيح أقل منها. ما ينفعش تكون 3، لأن 3 مش أقل منها، بدنا عدد أقل من 2.3 ويكون في نفس الوقت ما فيش اكبر منه، الاثنين. طبعا الفلور للاثنين هي نفس الاثنين، الفلور للنص زيرو، الفلور للسالب 3.4 اللي هو سالب 4، لان السالب 4 اصغر من اللي هو السالب 3.5. ودائما الفلور بدنا العدد الاصغر مباشره. السيلينج، السيلينج لا، السيلينج العكس، بده يكون العدد شماله اكبر من اللي هو الار، اكبر من الار. فلو جينا على 2.3 بدنا عدد اكبر من 2.3 بعد مباشره والثلاثه. طبعا والثلاثه لازم ايش يكون؟ مفيش عدد اصغر منه، هذا السمولست، يعني هذا اصغر عدد اقل اكبر عفوا يا اصغر عدد اكبر من مين؟ من 2.3. السيلينج لاثنين اثنين، السيلينج للنص اللي هو الواحد
تمام. السيلينج للسالب 3 ونص وسالب 3، لأنه السالب 3 إيش ماله؟ أكبر من السالب 3.5 وهكذا. تعال نشوف طيب مع بعض الآن السؤال هذا الكتاب. مثلا لو بده اللي هو السيلينج للثلاثة على أربعة، ثلاثة أرباع، السيلينج للثلاثة أرباع. طبعا إيش هو سين الثلاثة أرباع؟ بدنا العدد الأكبر من الثلاثة على أربعة، تمام؟ بدنا العدد الأكبر من الثلاثة على أربعة اللي هو إيش؟ الواحد. بي بدنا العدد، بدنا الآن العدد إيش؟ هذا الفلور، فلور يعني العدد، بدنا العدد الأصغر من السبعة ثمانية اللي هو الزيرو. طيب هنا سيلينج، بدنا العدد اللي أكبر من السالب ثلاثة أرباع. إيش العدد الأكبر من السالب ثلاثة أرباع؟ سالب واحد؟ لا، اللي هو الزيرو. طيب هنا بدنا العدد إيش؟ الأصغر. دائما السالب خربط شوية، بدنا العدد إيش؟ الأصغر من السالب. هاي اللي هي الفلور، تمام؟ الفلور يعني بدنا العدد الأصغر، العدد الأصغر. إيش العدد الأصغر من السالب سبعة سبعة ثمانية؟ إيش الأصغر من السالب سبعة ثمانية؟ سالب واحد. طيب الآن هذا يعني أعطاني إيش؟ هو أعطاني عدد وجمعه، يعني نص زائد الفلور السيلينج، عفوا سيلينج لاثنين على ثلاثة. السيلينج لاثنين على ثلاثة قديش هنا؟ واحد، واحد ونجمع له نص بصير واحد ونص مع بعض. طيب الفلور الواحد ونص اللي هو واحد. طيب نص في هذه خمسة على اثنين يعني اثنين ونص، هذه اثنين ونص، تمام. الاثنين ونص الفلور للاثنين ونص الفلور يعني بدنا الأصغر من اثنين ونص اللي هو اثنين. اثنين في نص بواحد، هذه ثلاثة طبعا زي ما هي، وهذه سالب واحد زي ما هي. يعني زي ما احنا شايفين، نشوف اذا في بس عنا خطأ او شيء واحنا بنحل. هذه واحد، زيرو زيرو، سالب واحد، بعدين واحد واحد، ثلاثة سالب واحد، تمام. الآن في السؤال برقم 23 في الكتاب، will determine if a function is a bijection from R to R. يعني بدنا نشوف الفانكشن، نشوف نفحص انا 1 to 1 وانتو في نفس الوقت من R ل R. هذه مهمة طبعا، من R ل R. يعني الفانكشن 2x زائد 1، الفانكشنز الخطية بشكل عام هاي يعني فيش فيها تربية وفيش فيها بسط ومقام، في الغالب يعني بكون فيش فيها مشكلة. لكن لما الفانكشن تكون يعني فيها تكعيب تربية أو تكعيب، نبدأ في هذه الحالة إيش؟ نشك في الموضوع، نبدأ نشك في الفانكشن إنها والله يعني إنها تكون 1 to 1 أو لا. فـ 2x زائد 1 ومن R ل R، ففي 1 to 1 وانتو ومرت علينا، فهذه فيش مشكلة فيها. طيب الآن x تربيع زائد 1، طبعا هاي هذه مشكلة، هذه الفانكشن not 1 to 1. ليش؟ لأن مثلا خلينا نشوف مثال f ال 1 تمام بيساوي إيش؟ 2. و f السالب 1 برضو بيساوي 2. هاي عددين إلهم نفس الصورة، بالتالي not one to one. ونفس القصة اللي هو لو بدنا نشوف إحنا الرينج، هل بيساوي الكودومين؟ الكودومين عن الار. هل الرينج بيساوي الار؟ طبعا الرينج ما فيش فيه عدد سالبة، يعني أنت أي ناتج كل الأعداد كله موجب. كمان not one to one، يعني هذه الفانكشن التربيعية دائما لا هي one to one ولا هي one to one. بالتالي هاي واضح انه not bijection function. الاكس تكعيب، تمام، الاكس تكعيب لو بدنا ناخذ مثلا السالب والموجب، اف الواحد بيساوي واحد، اف السالب واحد بيساوي سالب واحد، مفيش مشكلة في الناحية هذه. طيب هل يعني الكودومين
بيساوي الرينج، طبعا هذا لأنه من R ل R، فبعتقد أو يعني على الأقل التخمين الأول إنه إيش، إنه فيش فيها مشكلة، هاي عشان فيها تربيع تمام، فبكون فيها مش. طبعا دائما إحنا الأمثلة أو الأسئلة اللي بتكون مرت علينا دالة تربيعية، مرت عليك قبل هيك، فبتقدر تفكر فيها إيش بسهولة يعني تمام. الدالة الخطية اللي هي الإكس برضو نفس الإشي، إلا إذا في تريك معين فيها. الإكس أس 3 هاي برضو بدها شوية تفكير، بس عشان من R ل R هنا فيش مشكلة، لكن لو من Z ل Z، مر علينا سؤال من Z ل Z طبعا كان فيها مشكلة، مش يعني نط أنتو تمام. طبعا هاي الأولى يس نو يس نو تمام. فهاي يعني عبارة عن أسئلة مهمة نعرفها ونفهمها بس إنه ممكن تكرر. طيب الآن نشوف برضو بعض الخصائص اللي نجمع تو فانكشنز عندي اف 1 و اف 2 فانكشنز فروم ار فروم اي تو ار then the sum and the product، يعني مجموع هذه الفانكشن وحاصل ضرب الاف 1 والاف 2 are also functions، بقى جمعهم فانكشن وضربهم from a to r defined by الاف 1 زائد اف 2 للاكس بيساوي اف 1 للاكس زائد اف 2 للاكس. طب اف 1 في اف 2 للاكس، اف 1 للاكس في اف 2 للي هو الاكس. لو عندي مثال اف 1 اكس بيساوي 3 اكس واف 2 الاكس بيساوي 5 5 اكس زائد 5، طب اف 1 زائد اف 2 لاكس ايش بيساوي؟ بيساوي اف 1 لاكس زائد اف 2 لاكس، يعني بدي اجمع 3 اكس تمام لهاي زائد اكس زائد 5، ايش بيطلع؟ بيطلع 4 اكس زائد 5. والضرب بدي اضرب التنتين في بعض، 3 اكس في اكس زائد 5، هاي بيطلع 3 اكس تربيع زائد 15 اكس تمام. يبقى بنقدر احنا الان نجمع تو فانكشنز او نضربهم، سهله المساله. طيب هاو كان وي بروف ذات ا فانكشن اف از 1 تو 1؟ الان لو قال لي بدك تثبت لي انه فانكشن از 1 تو 1، whenever you want to prove something first take look at the relevant definitions، يعني بهمنا دائما ايش التعريف لكل x و y ينتمي الى ال a، هي تعريف ال 1 to 1. اذا كانت f في ال x بيساوي f في ال y فانه x بيساوي ال y، اذا كنا الصور مساوية فان البري ايمج متساوي، او العكس قلنا نقلبهم نعكسهم يعني لكل x و y تمام. اذا كانت x لا تساوي ال y، اذا كانت x لا تساوي ال y فانه f في ال x لا يساوي f في ال y. وطبعا هاي تمام يعني بتختلفش عن هذا نفس الاشي بس الطريقة ايش غير مباشر indirect، يعني نفرض ان x لا تساوي ال y، نثبت ان f في ال x لا تساوي f في ال y، فانه اثبتنا اللي هو التعريف هذا. شوف مثال مثلا هنا تمام، شوف المثال هذا f من r ل r و f في ال x بتساوي x تربيع. الآن الفانكشن لما تكون أنا عارف إنها نط 1 to 1 تمام، فخلص كيف بدي أثبتها إنها 1 to 1؟ أثبتهاش، بروح بجيب counter example، يعني بجيب مثال مضاد، فبيسموه هذا النوع من الإثبات proof by counter example، يعني إثبات باستخدام counter example يعني مثال مضاد. طبعا إحنا عشان اللي هو السالب هذه، يعني لو أخذت السالب واحد والواحد زي الحينة وقلت لي والله اف الواحد بيساوي واحد واف السالب واحد برضو بيساوي واحد، فبطلت 1 to 1 وصار هنا ايش مالهم، هاي الواحد بتساوي الواحد لكن اف الواحد لا تساوي اف السالب الواحد. ما قلنا اذا كانت اف الاكس بيساوي اف الواي فانه الاكس بيساوي الواي، هاي اف الايه، هاي اف الواحد بيساوي اف السالب واحد لكن الواحد لا يساوي السالب واحد تمام. فيعني هذا ايش كاونتر اكزامبل. هنا طبعا في الكاونتر اكزامبل جايب 3 وسالب 3، لو جبت 4 وسالب 4 5 وسالب 5 برضه نفس الاشي تمام. هاي مثل مثال اف الاكس بيساوي من ار لار بيساوي 3 اكس، طبعا احنا عارفين انه هذا الداله خطيه هذه
تمام مش تربيعية. وقبل شوية أصلا في أسئلة كانت عليها وقلنا إنه هذا الثلاثة إكس شمالها 1 to 1. طب كيف نثبت إنها 1 to 1؟ تمام، طبعا هاي الديفينيشن اللي هو بدنا F الإكس بيساوي F الواي، فإنه إكس بيساوي يعني بدي أفرض إنه F الإكس بيساوي F الواي وتوصل لإنه إكس بيساوي الواي، أو إنه أفرض إنه إكس لا تساوي الواي وأثبت إنه إيش؟ إنه F الـ X لا تساوي F الـ Y، يعني F الـ X لا تساوي F whenever X لا تساوي، يعني F الـ X لا تساوي الـ Y، فإنه F الـ X لا تساوي F الـ Y. فيعني ممكن تكون أحيانًا هاي الطريقة أسهل. طيب، عشان هيك أنا بدنا نثبت بالطريقة إيش المعاكسة. يبقى بدنا نفرض الـ X لا تساوي الـ Y ونثبت تمام إنه F الـ X لا تساوي F الـ Y. العكس. إذا فرضت هيك وأثبتت الكلام هذا بكون إحنا إيش حلينا الإثبات أو أثبتنا يعني السؤال. تمام، يبقى أسيوم X لا تساوي Y، يبقى 3X لا تساوي 3Y، يعني أضرب هذا الطرفين في 3. ليش نضرب في 3؟ عشان function. طيب 3X لا تساوي 3Y، تمام، إيش معناها؟ يعني F X لا تساوي F Y مباشرة، لأنه الفونكشن أصلا اللي عندي 3X، يعني f x 3x، يعني هاي الفانكشن 3x هي f x، وهاي f y هي 3y. فهيك بنكون احنا ايش بنكون يعني اثبتنا السؤال. تمام، طب لو انا 3x زائد 1 فبنحط مثلا 3x ونزود كمان خطوه نحط 1 زائد 1. طب ليش احنا جمعنا 3 للطرفين؟ عشان نبدا اصل للايش هيك يعني هي الفانكشن اللي عندي، فضربناها في 3 طرفين هذول. تمام، الكومبوزيشن الان اوف تو فانكشن اف سيركل جي او اوف تو فانكشن جي واف، هي الجي وهي الاف، denoted by اف سيركل جي، defined by f circle g لل a بيساوي f لل g of a. تمام، f circle g الكومبوزيشن لل a بيساوي f لل g of x. يعني طبعا هذا ايش بيعني؟ function g is applied to element a ينتمي لل a في الاول، يعني من في الاول احنا من يعني نطبق الجي، بعدين ايش من اللي هو الجي اوف اكس هذه بنطبقها على الاف، اي الاف applied to this element of p. فنشوف مثال هاي عليها افضل. او بيكون الكومبوزيشن هنا مابز، تمام هذه مهمة النقطة، الكومبوزيشن هاي مابز من الـ A للـ C، من الـ A للـ C الكومبوزيشن، تمام من الـ A للـ C. طبعا وقت ايش بتكون الفانكشن موجودة؟ هذه برضو كمان شرط مهم، الـ F سيركل G exist if and only if الرينج للـ G مجموعة جزئية من الدومين للاف، يعني لازم يكون الرينج للجي، تمام الرينج طبعا مش البي، البي الكودمين، الرينج لازم يكون مجموعة جزئية من مين؟ من اللي هو الدومين من البي يعني. تمام، هذا طبعا اللي هو شرط، لازم يكون الرينج اللي هو الجي مجموعة جزئية من الدومين للأف. تعال نشوف مثال مهم وبسيط يعني، وممكن هذا يكون موضع سؤال. Let F and G defined as F من R لR، يعني F الـ X بيساوي 7X ناقص 4 والG من R لR برضو، بس GX بيساوي 3X. طيب ايش بده الان؟ مطلوب اف سيركل جي لل 5، يعني بده الاف للجي لل 5. طب ايش بدنا نحسب في الاول؟
نحسب الجي اوف 5 بعدين نحسب الاف الها. طب الجي اوف 5 وين هالجي الفانكشن جي هيها؟ الجي ده 5 ايش بيساوي؟ 3 في 5 لو 15 هاي تمام 15 يعني الجي ده 5 بيساوي 15 طبعا مباشره. طب الاف لل 15 الان يعني 7 في 15 ناقص 4 بيطلع هو 101. طيب اف سيركي جي للاكس لو بدي يعني للاكس لاي اكس بدي اقول اف للجي اوف. طب الجي اوف اكس ايش بيساوي؟ الجي اوف اكس بيساوي 3 اكس هيها. طيب اف لل 3 اكس فبناخذ ال 3 اكس هذه وبنعوضها عن الاكس بصير 7 في 3 اكس ناقص 4 ال 21 اكس ناقص 4 تمام. هذه اعتقد يعني ايش مش صحيح. اف لل 3 اكس ايش بنسوي؟ بنعوض عن الاكس في الاف ب 3 اكس يعني بصير هذه 7 في 3 اكس زي ما قلنا في 5 قبل شويه 7 في 3 اكس ناقص 4 اللي 21 اكس ناقص 4. طيب لو عندي كمان هنا مثال اف الاكس بيساوي 2 اكس زائد 3 وجي اكس بيساوي 3 اكس زائد 2 تمام من زد لزد بده اف سيركل جي لاكس وجي سيركل اف لاكس العكس يعني. طيب اف سيركل جي اكس ايش هي؟ لي اف للجي اوف اكس فلازم نحسب الجي اوف اكس. الجي اوف اكس طبعا مش هنحسبها عارفين ايش الجي اوف اكس. انا الجي اوف اكس هي 3 اكس زائد 2 يعني بدنا الاف لل 3 اكس زائد 2 هي. طب كيف بدنا نحسبها؟ نروح على الاف. وين الاف؟ الاف الاف هي الاف بدنا نشيل الاكس هذه ونحط بدلها 3 اكس زائد 2 هي ونبدا نعوض يعني شغل تعويض بيطلع 6 اكس زائد 7 والعكس صحيح. فلو جربتها هي حتلاقيها سهله وبامكانك انك انت ايش تعوض يعني بدل الفانكشن بدل الرقم بدك تعوض عن الفانكشن. هذا بالنسبه للكومبوزيشن. Composition of a function and its inverse. The composition ومعكوسه. The f inverse circle f لx بيساوي the f inverse للf بx ويساوي x. يبقى the inverse circle الf بعطيني x والعكس صحيح برضو. تمام والعكس صحيح. فالf inverse للf بعطيني x. عشان هيك الكومبوزيشن اوف ا فانكشن اند اتس انفرس از ذا ايدنتيتي فانكشن. دي الاي الاكس بيساوي الاكس واحنا عارفين ايدنتيتي فانكشن اخذنا ايش تعريفه اف الاكس بيساوي الاكس اف الواحد بيساوي واحد اف اثنين بيساوي اثنين وهكذا. كومبوزيشن اوف ا فانكشن از ان اسوشيتيف اوبريشن يعني اف سيركل جي سيركل اتش بيساوي اف سيركل جي سيركل الاتش تمام. فهي ايش؟ associated function او operation يعني. فهذا المثال اخر نقطة يعني تمام اللي هو هذا المثال ونكون هيك خلصنا عن ايش اللي هو المحاضرة هات. طيب في عندي هنا المثال هذا بس نمسح اف اف ار يعني او اف من ار اللي هو الفتره هاي من 1 لانفينيتي والجي من 1 لانفينيتي للار ديفايند باي اف الاكس بتساوي 3 اس 2 اكس زائد 1 والجي اوف اكس بيساوي نص في لوج اللي هو الاكس ناقص 1 الاساس 3 الاساس 3 تمام. الآن إيش بده؟ إيش طالب؟ طالب show that f and g are inverses for any x ينتمي إلى ال r. عشان أثبت إن f ال x هي inverse لل g of x أو العكس لازم إيش نثبت الكومبوزيشن بيساوي ال x. لازم نثبت الكومبوزيشن يعني ال f circle g بيساوي ال x لازم نثبت. طيب بدي أثبت f circle g لل x بيساوي f g of x بيساوي x. هذا اللي بدنا إيش؟ نثبته. طب كيف بدنا نثبته؟ بنيجي بالتعويض. طيب بس في انا شغله في الاول على اساس انه انا في عندي انا اللي هو اللوغاريتم اللوغاريتم لوج الاكس هذا لوج اللوج يعني
تمام. إذا كانت x بتساوي b أس y فإن ال y بتساوي log ال b ل x. يبقى أنا عندي اللوغاريتم هذا بشكل عام منعبر في، يعني اللوغاريتم ليش موجود؟ يعني إيش وظيفته؟ منعبر فيه عن الأس، تمام؟ نعبر فيه عن الأس، يعني بمعنى 32 مثلا كمثال يعني بيساوي 2 أس 5. طيب الخمسة إيش بتساوي بالنسبة ل 32 وال 2 على الخمسة؟ الخمسة ده عبر عن الأس الآن، أنا بتساوي لوج، تمام، لوج لاثنين وتلاتين الأساس اثنين. يبقى اللوج هذا عشان أعبر فيه عن الأس، يبقى في الأصل عندي هذه الإكس، الإكس ناقص واحد أو اللي هو الجي أوف إكس هي أس، يعني الرقم اللي هان دائما في المعادلة لما نرجعها لطبيعتها هو أس. الواي عفوا، الواي هنا تمام في اللوج، في معادله اللوج الواي هو اس زي الخمسه هذه. الخمسه هذه ايش هي؟ هي اس، اس لمين؟ اس لاثنين عشان يعطيني 32. المهم يعني في علاقه القصد بين الاس واللوج. اللوج نستخدمه للتعبير عن الاس. يبقى وين بتشوف فيه لوغاريتم تعرف انه هذا هو اس في الاصل في معادله ايش؟ عاديه. طيب الان هاي بس المقدمه عشان نحن نقدر نتعامل مع اللي هو في كمان ملاحظه برضه مهمه. نيتشر اللوغاريتم لن الاكس، لن الاكس نيتشر اللوغاريتم هو لوج الاكس للاساس اي الاكسبوننشال. يبقى الاي والاي اس واي بيساوي اكس، يبقى بيكون اللن للاكس بيساوي لوج للاكس ويساوي الواي، تمام. هذه بس لما تكون يعني الاس الاساس تبعه الاي، تمام. فبيكون في هذه الحالة الواي هذا هو لوج الاكس للأساس اي، إنه هو أس يعني عادي الواي هنا. فالأس هذا إيش بيساوي؟ يعبر عنه إيش بيساوي؟ لوج. طيب لوج لمين؟ يعني لوغاريتم لمين؟ للإكس. إيش الأساس عندي؟ هي الأساس اي، تمام. بس يعني بس هو نيتشر اللوغاريتم دائما مهم، اللي هو اللين الأساس تبعه الاي نحفظها. هذه الملاحظة في اللوغاريتم مهمة جدا، موضوع الأس نحن اللوغاريتم بنعبر فيه عن الأس، والنيتشر اللوغاريتم اللي هو الأساس تبعه اللي هو الإكسبوننشال اللي هو الإي، تمام. الآن F في الإنفرس للإكس بيساوي E of X. طيب الآن لو إحنا طبعا هذه يعني معلومات عن اللي هو اللين، اللين للإي of X بيساوي X والإي للين للإكس بيساوي الاكس. طبعا هذا ما لهش علاقه بالسؤال حتى الان، هذا بس معلومات هيك. الان احنا في العاده هذا السؤال كنا نعمله على السبوره، تمام. فخلينا نعمله هنا مع بعض، نمسح بس هاي ونيجي هنا لا اللي هو اف، يعني نثبت هذا مع بعض واسيب لكم بعدين هاي اف سيركل جي. هاي هنا هاي اف سيركل جي، تمام، لا اللي هو الاكس ايش بيساوي؟ بيساوي اف للجي اوف اكس. هذا بدنا ايش الان؟ نثبته. طيب الان الاف للجي اوف اكس ايش بيساوي؟ وين الجي اوف اكس؟ هي وهي الاف، الاف للجي اوف اكس بيساوي الاف لا نص اللوج الاكس ناقص واحد الاساس ثلاثة ويساوي، لاحظ الان بس شلنا الجي اوف اكس حطينا الفانكشن تبعتها. طيب الاف لهاي ايش بتساوي؟ بيساوي هاي الفانكشن بكتبها زي ما هي، ثلاثة اس اثنين في اكس، الاكس بتعوض عنها بايش؟ بالفانكشن هاي، اثنين في نص، تمام، هذه نص طبعا تنساش نص، هي النص هذه نص في لوج الاكس ناقص واحد الاساس ثلاثة، تمام، هيها بعدين في عندي هنا ايش؟ تنسى الواحد زائد واحد ويساوي، دخل اثنين هنا راحت النص مع اثنين،
راحت النص مع 2 بيصير 3 أس لوج الإكس ناقص 1 أساس 3 تمام زائد 1. ويساوي لاحظ هاي هذا احنا حاطينها كقاعدة أو قانون في اللوب بدنا برضو نحفظه بي لوج الإكس أساس بي بيساوي الإكس ويا 3 لوج الإكس ناقص 1 أساس 3 هي بحط 3 هنا بدل بي تمام بتصير إيش بتساوي هذه إكس ناقص 1 يساوي إكس ناقص 1 زائد 1 ويساوي إكس. يبقى هاي أثبتنا اف سيركل جي للإكس بيساوي اللي هو اف جي للإكس ويساوي إكس. والعكس صحيح، جربها ونناقشها إن شاء الله في المحاضرة يوم السبت. يعطيكم العافية ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة.